خلينا نبداو الفطور تاعنا اليوم، مائدة تاعنا اليوم بمقبلة. هنا رايحة اليوم نحضروا مع بعض البسطيلة بالكبدة تاع الدجاج، باش نستغناو شوية على اللحم ايتو. رايح نحضروها اليوم، وكان طلبتها لي واحد المستمعة. رايح نمد المقادير. بسم الله، نحتاجو 250 غرام كبدة تاع الدجاج. هنايا الأخت هي والعائلة تاعها، أفراد العائلة، عندنا 250 غرام كبدة تاع الدجاج. نحتاجو حبة بصل، نحتاجو زوج ولا ثلاثة سنينات ثوم، نحتاجو تاني ثلاث مغارف زيت، وعندنا التوابل ملح حرور، عندنا رند، نحتاجو ورقة ولا زوج رند، نحتاجو علبة تاع شامبينيون فطر، نحتاجو ربع بيضات، زوج حبات ولا ثلاثة بطاطا اللي نكونو كيما قالك قشرناها وقليناها اون بتي دي، نحتاجو 100 غرام تاع زيتون اخضر، وعندنا بورسيون تاع فرماج بلون. هي والاخت هي وما حبت تدي النوعيه اللي حبتها، وبيان تدي ان مورسو صغير ولا 3 بورسيون ولا 4 بورسيون، هي الكبد اللي دارته. نحتاجو 50 غرام تاع فرماج تاني مبشور، الا ما كانش متواجد تكتفي الاخت غير باللي بورسيون. هنا عندنا معدنوس، ونحتاجو باكي تاع ديول، ونحتاجو شويه زبده. هنا نعاود المقادير باش هكا الاخت باش تكتب وتعاود فيريفي الوصفه تاعها. هنا عندنا 250 غرام كبد الدجاج، عندنا حبه بصل، عندنا زوج ولا ثلاثه سنينات ثوم، ثلاث مغارف زيت، ملح، وعندنا حرور، وعندنا ورقه تاع رند. هنا نحتاجو علبه تاع شامبينيون الفطر اللي يكون مقطع، عندنا ربع بيضات، عندنا زوج ولا ثلاثة حبات بطاطا اللي تكون الأخت قلاتهم أون بتي دي، نحتاجو 100 غرام زيتون خضر، عندنا أن مورسو دو فرماج بلون ولا تدي ربعة ولا ثلاثة تاع لي بورسيون، هي هنا والأخت هي وما حبت. ونحتاجو شوية تاع فرماج غابي، وإلا ما كانش عندها غير بالبورسيون تكتفي وتجيها بنينة. عندنا نحتاجو معدنوس، وعندنا أن باكي تاع ديول، وعندنا مغرف ولا زوج تاع زبده. من بعد نحتاجوها باش في وقت في طريقه التحضير. هنايا الاخت تبدا الاولى بالكبد. هنايا الكبد تاعها كيما نعرفوا كامل، كي نجيبوه نقوه تغسلو مليح الاخت، ودير عليه الماء، ودير مغرف ولا زوج تاع خل. هنايا دير مغرف ولا زوج خل، شويه ملح، وعندنا ورقه ولا زوج تاع رند، وتخليهم يغلو، تخلي هذاك الكبد يغلي. حتى انا نعرفوا الكبد يقيس واحد الماء، ماهوش كي نقولوا تنقي الكبد تاعها مليح، تغليه واحد 10 دقائق ولا، ومن بعد تصفيه من هذاك الماء وتخليه يبرد. ونمروا للبطاطا اللي كانت الاخت تاني قطعتها ودارتها اون بتي دي، نوخروها بجيه. نرجعوا للشامبينيون. هنا الشامبينيون تدي الاخت مغرف تاع زبده وتقليه كيما العاده، رانا متعودين كيفاش نحضروا الشامبينيون. هنا تدي الاخت مقله وتقليه عادي على نار قاويه كيما وصيتهم، ما يديروش النار قليله باش ما يفقدش الماء تاعو، يولي كي البلاستيك. هنايا الاخت تدير الفو قوي، نار قاويه، وراهي قدامه تقلي فيه 5 دقائق ولا لو طون لي يدي، مع شويه ملح وشويه حرور. هنا راهي قلات الشامبينيون تاعها وخراته. نعاودو نرجعو للكبد تاعنا اللي كنا غليناه وخلاتو الاخت برد، تسيد تقطعه، تقطعهم تي دي، باسكو هنا راه مغلي وكاع يسعفها في التقطع. نتقطعهم تي دي ونوجدو مقله اللي نديرو فيها شويه زيت اللي ذكرتها، ونديرو فيها هذيك الحبه تاع البصل اللي قلت لهم، حبه تاع البصل مرابيا، ودوك سنينات تاع الثوم، وتسييت تخلي هذيك البصله تقلى. مين تتقلى مليح ونشوفوا البصل تاعنا قاع داب الدلون، هنايا تزيد عليه هذاك الكبده تاعنا اللي قطعناه، اللي كنا مغلينها من قبل وقطعناها. هنا تزيد التوابل الاخت، تزيد شويه ملح شويه حرور، وتزيد تخليها واحد 5 دقائق تشرب هذيك النكهه تاع البصل، وتطفي عليها.
هنا خلاص رانا وخرنا تاني هادي، نزيدو نرجعو للزيتون. راني عطيت لها الزيتون، هنا الزيتون نعرفو دائما بلي يكون مالح. هنا تسي الاخت ديرها في الماء يغلي، وبيان تكون ثاني كاين بعض الاخوات اللي يديروه في الثلاجه، يديروا عليه شويه فرينه ويخلوه يشرب هذاك الملح. سينو راهي عندها غير شويه كميه قليله، تقطعها اون دي هكا اون ديل وتخليها تغلي وتبدل الماء. اشاك فوا تبدل الماء زوج خطرات ولا مع الاخير تزيد عصره تاع قارص وشويه سكر. هنا خلاص رانا ثاني الزيتون كملنا معاه. هذوك البيضات اللي مديتهم لها، عندها ثاني زوج بيضات ثاني تغليهم. هنا البيضات راني ما مديتهمش في الوصفه، نزيدوا زوج حبات بيض. هنا الاخت تغليهم. خلاص رانا كملنا كل شيء. هنا الاخت تنظم العمل تاعها. نرجعوا دوك هذوك اللي درناهم كامل، البطاطا الكبده كلش، راح نخلطهم في ان سالادي. يبقى لنا احنا راني مديت لهم ربع بيضات، زوج غليتهم وزوج اللي بقاو لها، هذوك ديرهم في ان بون لا ميكسور. دير معاهم معدنوس هذوك زوج حبات، ودير معاهم هذوك لي بورسيون دو فرماج. دير معاهم لي بورسيون دو فرماج وتميكسيهم. هنا باش تميكسي داك البيض والفرماج والمعدنوس كامل وتحتفظ بها. هنايا خلاص كملنا كلش. تجيب الاخت هنا سني يكون مدور، وتبدا تستف فيها دوك لي في تاع الديول تاعها. هنا الاخت تسيي دير وحده من تحت كامل، وتبدا دير فوقها الورقه تاع الديول. دير نص لداخل ونص لبرا. هنا الاخت عارفه بلي راهي فهمتني واش نقول لها، دير نص لبرا ونص لداخل، ودير وحده فوق وحده حتى تكمل كامل السنيوه تاعها. تزيد حبه من الفوق ودير هذاك الخليط تاعها اللي تحصلنا عليه كامل، ودير فوقهم هذاك البيض. وبيان تبغي ثاني تخلطهم في السلادي، دير عليهم البيض والمعدنوس والفخوماج وتخلط كل شيء وتفرغ. هنايا الاخت تفرغ كامل، ودير هذاك الفرماج اللي قلت لها غابي من الفوق، تنطر كاع الفرماج وتبدا تبلع. هنايا ملاحظه الاخت، هنايا نسيت باش نقولها، الديول تاعها تسيي تذوب هذوك زوج مغارف ولا تاع زبده بالبانسو وتفوت عليهم باش يقعدوا لها طريين ويدوا الذوق تاع الزبده. هنا لي فاي تاعها تطليهم كاع كامل بالبانسو، وتحط الحبه فوق اختها الحبه فوق اختها حتى تكمل كامل الدائره، وتزيد هذيك الحبه اللي نديروها من فوق هذوك اللي حطيناهم، وتزيد مام هي دير لها الزبده وتحط الخليط تاعها وتبلع. تبلع كامل، ونزيد ورقه من فوق، نزيد ورقه اللي نبلعوا بها الخبزه تاعنا تاع البسطيله، وتدهنها حتى هي من فوق. هنا البسطيله تاعها راهي واجده. هنا الاخت تخليها حتى الدقيقه التاليه، هي ما تديش الوقت، يا ربي 10 مينوت ان كاردو 10 دقائق ربع ساعه طياب تاعها، باش تقعد لها سخونه للوقت الافطار ان شاء الله. نتمنى الاخوات راهم كتبوا وما صرعتش في طريقه التحضير، نتمنى لهم شهيه طيبه. اللي طلبت لي لي كروكيت تاع الروز، قالت لك جاوني يابسين وما جانيش شباب، رايحه نمد لها اليوم وصفه مليحه تحضر بها هاد الكويرات اللي حبتهم لي كروكيت دوغي. هنا نبداو على بركه الله. تدي كاس، قيس كاس تاع سا ديبون العائله تاعها. حنا نعطيها كاس كبير تاع روز اللي تكون الاخت شلاته مليح غسلته ودارته يغلي مع قرصه ملح. هنايا الروز لازم يطيب، حتى يطيب كي نقولوا تقريبا يتعجن باش ما يغبنهاش في الخدمه تاعها. هنا الاخت راهي فهمتني، تدي كاس كبير ولا بول، هي وما عندها افراد العائله تاعها، تغسلو مليح بقرصه ملح، تغليه وتصفيه وتخليه بجيه. نحتاجو ربع بيضات الوصفه تاعنا، نحتاجو واحد 100 غرام تاع لحم مرحي، غير واحد غير شويه غير هكا كي نقولوا قرصه. عندنا 100 غرام تاع فرماج تاني غابي. هنا عندنا شويه معدنوس. هنا عندنا تاني نص علبه تاع شامبينيون، غير نص تكتفي بها. عندنا نص حبه بصل مرابيا، نستحقوا شويه زعتره، نستحقوا مغرفه صغيره تاع طوماطيس كونسير معلبه، ونستحقوا ملح وحرور. راح نعاود بسرعه الوصفه. نحتاجوا هنايا الروز اللي كنت قلت نطبخوه مليح وتصفيه الاخت وتخليه بجيه. نحتاجوا ربع بيضات
عندنا واحد القسم 100 غرام تاع اللحم مرحي، عندنا 100 غرام تاع فرماج اللي يكون مبشور فرماج غابي، عندنا شويه معدنوس مقطع، عندنا غير نص علبه تاع شامبينيون فطر. وهنا الاخت الا ما حبتش دير شامبينيون ما ديرهاش، هنا غير باش يزود لنا شويه اللحم. عندنا نص حبه بصل اللي تكون الاخت مربيتها، شويه زعتره، مغرف صغيره تاع طوماطيس كونسير تاع العلبه مصبره، ونحتاجو ملح وحرور. هنا نبداو الاخت داك الرز اللي غليناه وصفيناه نديرو فوقه شويه ملح شويه حرور. هنا تاخذ الاخت الاحتياط تاعها، اللي كان دايره الملح بزاف في الرز تسي باش ما تقويش الملح، وديروا شويه حرور ونزيدوا له حبه بيض كامله وصفر حبه بيض. هنا يتخلطوا مليح، وهذوك زوج حبات نخلوهم من بعد تخليه بجيه. ونحتاجوا تاني عندنا مقله نديروا فيها داك الحبه تاع البصل مع شويه مغرف تاع الزبده، ونقلوا داك البصل واللحم مرحي معاهم الشامبينيون وشويه زعتره ملح وحرور. ومن مع في النص طيب نزيدوا ديك الطوماطيس شويه تاع الطوماطيس. هنا الاخت سيب باش ما تقويش الطوماطيس بزاف، غير مغرفه صغيره. هنا تقلي كل شيء وتخليه ينشف. خلاص هنايا لازم كي نكملوا هذا الحشو نخلوه يبرد. راهي دايره اللحم الشامبينيون ما نزيدوا له المعدنوس مع التالي. كي تطفي الاخت تزيد هذيك الزعتره والمعدنوس وتطفي تخليه يبرد. من بعد شكل بهذاك الروز اللي مديته لها المره الاولى، دير لي بولات تاعها هنايا، وبلا ما نساو الفرماج. هنايا الفرماج مع اللحم لازم دير الفرماج اللي عطيته لها غابي، تدير لي بولات تاعها، تفصوني لي بولات تاعها، تعمرهم بهذاك غير بشويه، دير كره الاخت في يدها وتثقب في الوسط وتعمر بمغرفه صغيره، تعمر الحشو اللي مديته لها هذاك تاع اللحم والشامبينيويتو، وتسييت باللحى غير بشوي، تغلق الحبه تاعها الكره تاعها، ومن بعد ترمدها في الفرينه ويبقاو لنا هذوك البيضات. تزيد ترمدها في الفرينه الاولى، تزيد البيض، ومن بعد لا شابلور. هنا الاخت سي تون بانيغ، ديرها كما العاده كما مدارين نديروا الاطباق تاعنا. هنا تكمل كاع الحبات تاعها وتقليها عادي، تقلي الحبات تاعها. هنا الاخت اللي دارتها هاد لي كروكيت ديرهم كي نقولوا كومونتري، طيق ديروا كومون بلا برينسيبال فاني، طيق دير لها مرق وتحضروا وديروا طبق وديروا زعما وصفه كي نقولوا طبق كامل. نتمنى الاخت ان شاء الله اللي طلبت لي الوصفه راهي في الاستماع. اخت طلبت لي طاجين الزيتون، حباتو بوصفة زعما مختلفة شوية، رايح نتمنى إن شاء الله راهي في الاستماع باش ما يزعفوش مني. نبداو على بركة الله. هنايا الأخت إلا عندها طاجين من الأحسن طاجين هذاك تاع الطين، نتمنى يكون عندها، إلا ما كاش دير فيه كوكوت، هو الأفضل يجي في الطاجين هذاك تاع الطين اللي يطيب فوق النار. هنا نحتاجو نص دجاجة، تدي الأخت نص، ولا كان عندها عائله كبيره تدي اكثر. انا نعطيها هنايا المقدار تاع نص دجاجه وتشوف الاخت هي والعائله تاعها. نحتاجو 3 حبات بصل، نحتاجو 3 حبات زروديه جزر، عندنا زوج مغارف زيت ومعاهم مغرف زبده. توابل هنا عندنا ملح حرور، هنا عندنا عود قرفه من الاحسن الا ما كاش تدي بودغ، عندنا سكنجبير، عندنا كركم، وعندنا زوج وريقات رند. نحتاجو زيتون، هنا الأخت دي غير 250 غرام من السرطل زيتون. ونحتاجو حبيبات فرماج هنايا اختياري للتزيين، بورسيون دو فرماج. هنايا نبداو بالطريقة التحضير تاع هاد، مازال ما كملناش لي سيبيس تو، بصح نبداو باسكو فيه طرق شحال من ايتاب. هنا تبدا الاخت بالدجاج تاعها. هنا الاخت تدي الدجاج هذاك لو بلون، تخليه ترحيه وتخليه على جهه، والفخد ثاني تخليه على جهه. هنا الاخت راهي نضر فهمتني، هذاك لو بلون اللي ديناه نرحوه ترحيه الاخت، نزيدوا له سنينه ثوم، نص حبه بصل ترابيها مرابيا، عندنا شويه معدنوس،
عندنا مغرف تاع خبز يابس الشابليور باش اللحم تاعها هنا ما يجيهاش ناشف. وتدي لي زيبيس ثاني عندنا لي زيبيس ملح حرور اللي درناهم في الطاجين، درنا ملح حرور شويه قرفه شويه سكنجبير شويه كركم. وهنا تدي الاخت هاد كامل هاد لي زيبيس نزيدو لهم صفر حبه بيض. خلاص هنا راهم عندنا كملنا كاع. تي الاخت هاد لي بول اللي درناهم تاع لو بلون دو بولي تي تخلط مليح هاد اللحم وديره كويرات وتفوتهم شويه في شويه زيت تقليهم وتخليهم هنا بجيه. نرجعوا للاكويس اللي مديتها لها ثاني، هي ديرها في طنجره ولا كوكوت ولا هنا دير باش طيب هذيك لاكويس تاعها غير نص طياب. هنا باش الاخت تفهمني، هنا يدير هذيك لاكويس تاعها في طنجره، دير معها حبيبه زروديه ونص حبه بصل غير هكا اون دي، وعندنا ملح وحرور عود قرفه شويه سكنجبير ثاني مغرف زيت وتمرق. هنا ما تقليش الطرف تاعها تاع الدجاج اللي باش هنا يدينا الدجاج هذا غير باش نتحصلوا على مرق. خلاص راها دارت هذاك النص تاع الكويس تاعها نص طياب ما خلوش يطيب كامل. هنا تنحي هذاك الكويس تاعها وتصفي هذاك المرق اللي تحصلت عليه وتحتفظ به. هنا كل شيء راه عندها واجد. نرجعوا للطريقه التحضير تاع الطاجين تاعنا. راهي تدي الاخت الطاجين هذاك دير فيه، وهنا الاخت من الاحسن اللي عندها حياه نقولوا اون بلاك ولا طاجين تاع حديد اللي نخبزوا فيه ديره من تحت هكذا باش ما بزاف الاخوات اللي يشتكوا من الطاجين يقول لك طرطق لي، باسكو كي يكون ديراكتومون فوق النار بيتيت كاين الطاجين اللي يكون مش من النوعيه المليحه يطرطق. هنا الاخت تدي الاحتياط تاعها، تبدا دير مغرف تاع دهان ودير معها شويه زيت ودير هذاك البصله اللي مديتها لها ثلاث بصلات ديرهم اون لاميل فين كي نقولوا تقطعهم شرائح رقيقه، ديرها ودير عليها شويه ملح ولي زيبيس اللي مديتهم لها ملح حرور عود تاع قرفه سكنجبير والكركم. هنايا خلاص راها خلي هذاك البصل تغطيه وتخليه حتى يدبال كومبليتوم. ترجع لهذيك الزروديه ثاني ديرها ثاني دوائر رقيقه حتى رقيقه مليح كي نقولوا باش ما تديلهاش طياب بزاف وتستفها فوق البصله. هنا كامل راه عندنا هذا الفخط تاع الدجاج ومن بعد نزيدوا فوقها الفخط تاع الدجاج واللي زيبيساري انا دايرين تزيد تمرق بهذاك الكاس تاع الماء اللي مديته له الكاس تاع المرق بليتو المرق اللي صفاته تزيده وترمي الزيتون. الزيتون تاني الاخت راهي كما العاده كما تعودنا نغلوه شحال من مره وبيان دير له الماء والفرينه في الثلاجه وتخليه. هنايا الزيتون الى حبه الاخت ديرها هكا تخليه كامل صحيح سينو ديرها هكا شرائح وترميه مع الطاجين تاعها وتخلي داك الماكله راها طيب. هنايا كي يبغي الطاجين تاعنا يوجد توجد هذوك لي بولات صاير راهي راني مديت لها الطريقه تاعهم تاع التحضير راهي قلاتهم ميتو فوتتهم في الزيت ديرهم من الفوق تزيدهم مع هذاك الزيتون ومع داك الطرف تاع الدجاج هنايا وتخلي الطبق تاعها يطيب. هنا تغطي الطبق وتخليه يتجمر راها تجي اكله شابه وبنينه يجي بنين خير من اللي طيبه في لا كوكوت. هنا هذوك لي بورسيون دو فرماج اللي مديتهم لها الى حبت هي طريقه كي نقولوا اختياريه تزيين برك. هنا تدي هذوك لي بورسيون دو فرماج ديرهم في الثلاجه في المجمد ديرهم في المجمد حتى يبردوا كامل. كي يبردوا وتبغي تحط الطاجين تاعها او مومون دو سيرفير تقليهم هذوك الحبات تقلي تديرهم في لابانيغ تفوتهم في الفرينه تزيدهم في البيض ولا شابليغ هكا تواسي مليح باش يدوا لا شابليغ اون بون كونتيتي وتقليهم. ثاني الزيت اللي قلات فيها الكويرات تقلي فيها هذوك لي بورسيون دو فرماج هذه هي وتحط هذوك لي بورسيون من الفوق غير كتزيين برك الا حنحضروا اون غراتان. هنا نحتاجوا الاخت كيلو تاع جلبان كيلو تاع جلبان نستحقوا صدور الدجاج يا واحد يا زوج هنا صديبون الافراد العائله تاعها. نحتاجوا نص تاع راس تاع سلاطه عندنا حبه بصل مربي عندنا سنينه ثوم
نحتاج زوج مغارف تاع زبده، ربع مغارف زيت، نحتاج ملح للتوابل، عندنا ملح حرور وقرفه وشويه سكنجبير. ميم الكركب تزيده الاخت، باسكو الكركب رانا ماناش نستغناو عليه، هو مفيد للصحه. وهنا نحتاجو شويه سكر. نبداو طريقه التحضير. هنايا تدي الاخت الجلبانه تاعها كما تعودنا، تفورها بشويه ملح وشويه سكر. هنايا باش تحافظ على هذيك الحلاوه تاعها، باش ما تجيهاش صامطه. نعرفوا الجلبان كي تدخل في المجمد تفقد شويه الحلاوه تاعها. ندير شويه ملح وشويه سكر وتغطي الكسكاس تاعها وتخليها تفور. من جهه وخد اخرى تحضر في لاكوكوت تاعها، نديروا الزبده، نديروا زيت، ونديروا هذاك لو بلون دو بولي اون بتي دي. تقطع هذاك الصدر تاع الدجاج غير هكا طريفات صغار، ونقلوه مليح، نقلوه، ومن بعد نقلعوا هذاك الطروفه تاع الدجاج. هنا الاخت تحضرت الصحن، توخر هذوك لي مورسو دو بولي اللي قليناهم. نعاود في لا ميم كوكوت، في هذيك الطنجره اللي قلينا فيها لو بولي، نزيدو مغرفه تاع زبده ومغرفه تاع زيت، ونعاودو نقلو البصله اللي مديتها لها. كاينه حبه بصل، سنينه ثوم، تقليهم مليح، تقلي داك البصل حتى يدي لاكول هكا. البصل نعرفو كي يتقلى يجي بنين. تعاود ترجع هذوك اللي دي تاع الدجاج اللي قليناهم، ونرجعوا الجلبانه اللي فورناها تاني مع هذوك لي بتي دي، ونزيدوا داك النص تاع الراس تاع السلطه. هنا الاخت تحتار تقول لك كيفاش السلطه هذه تجي بنين. تواسي كاع داك الراس تاعها تاع السلطه، تنقيه مليح الورق بين الورقه والورقه، وتسيد دير شويه خل، ومن بعد تنشفهم مليح وتقطعهم. ولا عندها الروبو تفوتهم في الروبو. هنايا الاخت الا ما عندهاش الروبو غير بشويه، غير بالسكين تقطعهم كي نقولوا رقاق. الا عندها مرق الدجاج تمرق به، ما كاش تمرق غير بكاس تاع ماء، وتخلي الطبق تاعها يطيب. هنايا نحضروا لاصوص بيشاميل. هنا نحتاجوا نخلوا الجلبان تاعنا راه يطيب، ونحضروا لا بيشاميل. هنا لا بيشاميل تدي الاخت زوج كيسان تاع حليب، ولا تدي الى عندها مرق الدجاج من الاحسن تدي كاس حليب وكاس مرق الدجاج. الى ما عندهاش تدي زوج كيسان حليب عادي. عندنا زوج مغارف زبده، زوج مغارف فرينه، وعندنا التوابل، وعندنا نحتاجو ان مورسو دو فرماج. هنا الاخت الفرماج اللي حباته تدي ان مورسو، سينا تدي بورسيون كيلكو بورسيون، خمسه ولا ربعه ولا سادي بول افراد العائله تاعها. عندنا ملح، وعندنا حرور، عندنا ملح حرور وجوز الطيب. هنا هادو هما نمروا لطريقه التحضير. هنا كما العاده تدي الاخت الزبده تاعها والفرينه في مقلات، تحمص مليح هذيك الفرينه حتى تدي ان باكولور، باسكو علاه كي نديرو بارد في بارد ما تجيناش، تجينا بنت الفرينه فيها. هنا تقلي مليح هذيك الزبده مع الفرينه، ومن بعد تزيد فوقهم هذوك زوج كيسان حليب، تخلط مليح بالفوي. من بعد كي تتقل لا بيشاميل تاعها تنحيها من فوق النار، ونديروا لها التوابل تاعها. نديروا شويه ملح. هنا الاخت اللي عندها الحرور ابيض دير الحرور ابيض، الا ما كاش معليش دير ملح شويه حرور. وهنا الاخت الملح تاني تحترم الملح، باسكو عندنا الفرماج مالح. ونزيدوا جوز الطيب غير رش هكا برشه ولا زوج، وتخلط مليح. هاي صايي كملت الاخر الطبق تاعنا. هنايا دير الاخت صايي طاب وتجمر. هنا الجلبان لازم ما تخليش فيه المرق، الاخت تسيي باش ما تقويش فيه المرق باش يجيها مجمر. وتدي الا كانت حبت الاخت دير معاه لي فريت. نعرفوا العائلات هنا دروك راهم يبغوا لي فريت، دير كي نقولوا طبق تاعها تقسمو على زوج، دير من تحت تدهن البلا اللي يروح الفور، تدهن مليح، ودير نص من الجلبان، هذيك الجلبانه اللي درناها طابت، ودير في الوسط تسيت تقلي غير زوج حبات ولا ثلاثه، ديرهم، دير شويه فرماج مبشور الى عندها، وتزيد تكمل النص الاخر اللي بقى لها تاع الجلبان، وتزيد لا بيشاميل من الفوق. هنايا البيشاميل كامل ديرها قاع على سطح لو بلاطو تاعها، ولا عندها شويه فرماج زيد تنطر فرماج، ما كاش راه خلاص راه لا بيشاميل فيها الفرماج.
وديرها في الفرن تتجمر على ديرنيير مينوت نقولوا تشعللها تكون موجدتها محضرتها كي يقرب المغرب تشعللها ما تديش الوقت بزاف يا ربي 10 دقائق ولا 15 دقيقه. هنايا الاخت نتمنى ان شاء الله الاخوات راهم في الاستماع. نروا الان لطريقه التحضير تاع لاموس اللي طلبتها الاخت. طلبت لي لاموس وشوكولا حتى هي ما نسيتهاش، نتمنى ان شاء الله راهي في الاستماع. عندنا نص كاس تاع بودرة شانتي، نص كاس بودرة شانتي، عندنا نص كاس حليب، عندنا 100 غرام تاع شوكولا علبه، عندنا زوج بيضات سيباري البيض وحده والصفر وحده، عندنا مغرفه تاع كاكاو. هادو هما المقادير، نعاود باش ما يكتبوا الاخوات. عندنا نص كاس تاع بودرة شانتي، عندنا نص كاس حليب، عندنا 100 غرام تاع شوكولا علبه، عندنا زوج بيضات نكونوا سيبارينيهم دير الصفر وحده والابيض وحده، وعندنا مغرفه تاع كاكاو. هنا نمروا لطريقه التحضير. الاولى تبدا الاخت بالشونتيي، نضربوا شونتيي هذيك الحليب مع لابودغ نضربوهم ونخلوهم على جهه في بيماري، نديروا الشوكولا تاعنا الدوب، هذيك العلبه ديرها الاخت في صحن وديرها في البيماري الدوب، كي تدوب نحوها من النار ورانا مدربين هذوك لي زوج صفار بيض اللي مديتهم لها زوج صفار. ويا من الاحسن الاخت قدام لا تبدا في الصفار البيض، هنا تبدا بالبياض احسن باش ما تبقاش من بعد تغسل في الفوي، ونعرفوا بلي الصفار مع البياض كيتلاقى وما يطلعلهاش مليح. هنا تبدا بالبياض هو الاول، البياض هذوك زوج اللي مدينا سيبارينا درنا زوج صفار وزوج بياض، هذوك البياض تضربهم مع قريصه تاع ملح اونيج وتخليهم راهي خلاتهم. هنا يتعاود بهذوك لي ميم فوي، الشوكولا تاعنا راها دايبه، والصفار هنا تضرب هذاك الصفار غير هكا، وتزيد له الشوكولا اللي تكون دابت وتضرب افيك لو باتور، وتزيد الكاكاو المغرف تاع الكاكاو. هنا يتخلط مليح وتوخر، هنا يتوخر لو فوي ونديرو دوك ندخلو غير هذاك لو ميلونج، نخلطو لي دو ميلونج لي تخوا ميلونج بليتو. هنا تجيب هذيك البياض البيض تخلطها مع البياض البيض مع الصفار والشوكولا، تخلط غير بشويه راها تخلط باش تحط كي نقولوا تخلي القوام تاع البياض البيض، تخلط مليح ومن بعد تزيد تخلط معاهم، تزيد لهم هذيك لا بودر شانتيي اللي طلعناها كريمه شانتيي اللي طلعناها، صافي تخلط لا شانتيي والصفر بيض مع الشوكولا ولو بلون اون نيش. هنايا الاخت نضر راهي فهمتني، نخلطوا هادو كامل العناصر ودير هذوك الاخت لي كوب تاعها تعمرهم بهذيك الخليط، وبيان دير بلا بوش ولا كيما حبت. هنايا الاخت لها الاختيار، دير من الفوق شوكولا غابي ولا لي كوبو شوكولا ولا تزين وديرها في الثلاجه. هنايا هاد لاموس تبغي تبرد مليح، هنا الاخت من الاحسن ديرها الصباح للعشيه المغرب تكون جاهزه، دير لي كوبو ولا هنا التزيين هي وما حبت. الاخت اللي قالت لي على السمك تاع الواد، نعرفوا انه السمك يجي شويه مش بنين يجي صامت. هنا الاخت دي لو بلا تاعها، راهي قالت لك دارت لها الملحيتو. هنايا الاخت دي هذوك لي مغسول اللي دارتهم دير لهم الملح ودير لهم شويه حرور ودير لهم لا موتارد خردل كي نقولوا تطلي كامل، ومن الاحسن تخليهم كي نقولوا ساعه ولا ساعتين ولا باش يشربوا هذاك الملح والحرور والخردل لا موتارد. كي تبغي تطيبهم تديرهم في ان بلا اللي يروح الفرن، وتسيد دير عصير القارص، هي لاستيوس تاعه كيطيب بالقارص. هنايا راهي دارت الاخت تغطي هذاك دير الحوت تاعها في لو بلا غراتان، وراهي دارت له التوابل تاعو بليس لا موتارد، تسيد دير له كامل واحد زوج مغارف ولا تاع قارص من الفوق وتغطيه، تغطيه بلو بابي مره على مره، كي تشوف الحوت تاعها بدا ينشف تزيد له مغرفه ولا زوج تاع القارص. هاوينا كي طيب ما تستبنش باللي الحوت تاع الواد راه يجي بنين، ويعطي له هذاك القارص ولا موتاق تعطيه واحد البنه ما شاء الله.
نتمنى إن شاء الله راني مديت طلب الأخوات، نقول لهم رمضان كريم وصيام مقبول.